أعلنت مجموعة سبيماكو السعودية الرائدة عالميا في مجال الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية عبر فرعها المتواجد في المملكة سبيماكو المغرب أنه في إطار استراتيجيتها التنموية التي تتماشى مع مخططها المتعلق بالتسريع الصناعي سيتم إنشاء وحدة إنتاج ضخمة جديدة في المنطقة الصناعية في برشيد باستثمار يناهز 400 مليون درهم. السوق المغربي سوق مستقر، سوق داعم للاستثمار، الصناعة الدوائية متطورة، عنده انفتاح على البلدان الأفريقية، وفي اتفاقيات كبيرة ما بين المغرب والدول الأفريقية في مجال الصناعة الدوائية، وده ادانا حافز كبير ان احنا نكون موجودين، لان هيكون السوق المغربي هو سوق مهم ولكن ايضا قاعدة للانفتاح على الأسواق الأفريقية وبعض الأسواق الأوروبية ايضا التي تتعامل مع المغرب. وجدير بالذكر أن سبيماكو الدولية والشركات التابعة لها والتي يبلغ عددها عبر العالم 13 سوقا هي تعمل في نشاط أساسي هو الإنتاج الدوائي والطبي، ويشمل هذا الإنتاج على صناعة وإنتاج وتطوير وتسويق وبيع وتوزيع الخدمات الدوائية والمستحضرات الطبية والصيدلانية ومستلزمات الإنتاج والأجهزة والمستلزمات الطبية والصيدلانية الاستهلاكية.